أسرار كاتدرائية زبارتنوتش. تقع كاتدرائية زبارتنوتش في مقاطعة أرمافير وعلى بعد 16 كيلومتر جنوب غرب العاصمة الأرمينية إيريفان، وأطلق عليها أيضا من قبل مؤرخي القرون الوسطى اسم كاتدرائية كريكور المنور لوجود أجزاء من رفات القديس مدفونة هنا. بنيت على المكان الذي التقى القديس كريكور المنور مع الملك درتاد الثالث، وبدأ الحوار حول تبني الديانة المسيحية واعتبارها الدين الرسمي لأرمينيا. هذا المكان كان مركز للعبادة في العصور ما قبل المسيحية، والحفريات كشفت أيضا عن أسس معبد أوراردو ومذبح للقرابين، وصخرة كبيرة توجد عليها الكتابة المسمارية تعود للقرن السابع قبل الميلاد والخاصة باحتفالية بناء منظومة قناة كبيرة في عهد الملك روسا الثاني. ومنظومة القناة هذه مربوطة مع نهر هرازدان وقيد الاستخدام لحد الآن. والمعبد الهيلينستي حل محل الهيكل الأوراردو في المكان الذي التقى الملك الوثني درتاد الثالث بالقديس كريكور المنور عام 301 ميلادية. وعبر العصور لا يوجد لقاء مصيري كهذا اللقاء، حيث ركع الملك أمام القديس الذي هو اضطهده وسجنه في خور بيرا لمدة 13 عام، حيث ركع الملك درتاد الثالث أمام القديس كريكور المنور ليتوب عن ذنوبه التي ارتكبها واضطهاده لرجال الدين المسيحيين. وبدأ القديس بتعميده وفقا للديانة المسيحية ويغفر له ذنوبه. وبعد ذلك في القرن الخامس والسادس الميلادي حلت الكاتدرائية وحيدة الصحن بدل المعبد الذي صمدت أساساتها جنوب الكاتدرائية. واستنادا إلى توروس تورامانيان في القرن العشرين قال أن الكنيسة مكونة من ثلاث طوابق وارتفاعه 45 متر على شكل دائري، وفي حينه لم يصدقه أحد لأنها لا تشبه أي من الكنائس الأرمينية. لكن لا نعلم هل كانت صدفة أم هدية إلهية حين اكتشف أحد الأكاديميين المعماريين نيكو غايوس مار عندما كان يجري التنقيبات على مسافة مئات الكيلومترات عن زبارتنوتش وتحديدا في مدينة آني التاريخية الواقعة في أرمينيا الغربية، حين اكتشف تمثال جاجيك الأول البكرادون وهو يحمل بيده كنيسة شبيهة بكنيسة زبارتنوتش.
وبهذا تم التأكد والجزم من كلام تورمانيان. لكن نتجت عنها أسئلة جديدة لم نجد إجابات هذه حتى الآن. لماذا بنيت كنيسة بهذا الشكل؟ وما المغزى منها؟ يعتقد الكاتدرائية بنيت عام 643 إلى 652 ميلادية. خلال فترة من الاضطرابات حين تعرضت أرمينيا لغزوات من قبل العرب عام 640 ميلادية، وجعل منطقة دفين العاصمة، وهددوا باحتلال معظم البلاد. وفي نفس الفترة توفى الكاثوليكوس، مما ازدادت الأزمة. فسعى الأمير تيودوروس رشتوني لتوحيد البلاد ضد المطالبات المتنافسة من قبل العرب والبيزنطيين، بدعم انتخاب نيرسيس الثالث الذي تلقى تعليمه في بيزنطة وخدم بالجيش البيزنطي. انتخب نيرسيس عام 641، وفي الفترة 641 إلى 661 ميلادية كان يلقب باسم المنشئ أو الباني، لأنه بنى العديد من الأديرة والكنائس. وفي عام 641 نقل مقر الكنيسة الأرمينية إلى زبارتنوت، وإن بناءه الهائل كان إنجازا عظيما وأعجوبة هندسية وفريدة من نوعه. انظروا إلى هذه الحجارة التذكارية، مكتوب عليها باليونانية نيرسيس بناها، تذكروا. لكن لماذا بالأحرف اليونانية؟ علما أنه بالقرن السابع كانت الأحرف الأبجدية الأرمينية موجودة. الجواب لأن الكنيسة بنيت بأموال القيصرية، وأن اللغة اليونانية في حينه كانت متداولة بكثرة. وهناك العديد من التقارير المتعلقة بهذه الكاتدرائية تكشف بأن في عام 652 ميلادية انبهر الإمبراطور البيزنطي كوستاس الثاني بالتصميم والحجم الهائل، فاستأجر مصمم ومهندس الكاتدرائية لبناء كنيسة مشابهة لها في القسطنطينية، وهو حضر شخصيا في مراسم تقديس هذه الكنيسة، وأخذ التناول مع الكاثوليكوس نيرسيس الثالث. أن المؤرخين العرب والأرمن على حد سواء أعجبوا بجمال زبارتنوت، ووصفوه بأنه أحد أجمل المباني التي بنيت من أي وقت مضى. وفي عام 2000 أعلنت زبارتنوت وكنيسة القديسة هربسيما والقديسة جايانية وكنيسة الأم في أجمياتسين من مواقع التراث العالمي لليونسكو.
يقولون أنها وجدت لتخفيف الوزن، ورجال الدين يقولون أن أجزاء من رفات القديس كريكور المنور مدفونة هنا، وكذلك المؤرخون يشهدون على كلام الكاثوليكوس نيرسيس الثالث بوجود أجزاء من رفات القديس كريكور المنور مدفونة هنا. وفي كنيسة القديس شابيل في باريس تظهر صورة كنيسة زفارتنوتس محمولة على سفينة النبي نوح عليه السلام على أحد جدران الكنيسة المبنية في القرن الثالث عشر. لماذا تحطمت الكنيسة؟ علما أن مهندس الكنيسة أخذ بنظر الاعتبار كل الحسابات الهندسية قبل بنائها. الرأي الرسمي يقول بأنها تحطمت بسبب الزلزال، لكن لما لم تتهدم باقي الكنائس؟ ولو فرضنا أنها تحطمت بسبب الزلزال، لماذا لم تعيد بناؤها وترميمها؟ ومن المحتمل أنها كانت مهددة بالانهيار قبل 1000 عام من بنائها، لأن الملك الروسي ملك مملكة أوراردو قبل 1000 سنة من بنائها حذر من خلال هذه الكلمات المسمارية بأن كل من حاول أن يزيل أو يحطم هذا السجل أو يدفنه أو يرميه بالماء أو يحركه من أمام الشمس أو يقول لغيره أنا أزيله أو يحذف اسمي ويكتب اسمه أدعو كل الآلهة لينالوا منه ومن جيله ويزيلونه من الوجود. في أرمينيا توجد 4 كنائس مثل كنيسة زفارتنوتس، وكلها تحطمت. هذا هو لغز كنيسة زفارتنوتس المبهم.